نطير بحضراتكم إلى الساحة الأنورية بمدينة إدفو وليلة في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قمنا الاحتفالية دي منذ لا يقل عن 30 سنة في نفس هذا الميعاد، وبنكون احنا كلجنة منظمة بنجهز الاحتفالية دي لأكثر من عام، وبنبتديها بالدعاوي وبنبتديها بدعاوي الناس كلها على مستوى أنحاء مدينة إدفو ومحافظة أسوان ومحافظة الأقصر، وبيكون فيها قراءة قرآن وبيكون فيها إطعام طعام وبيكون فيها تواشيح دينية وبيكون فيها أهم هاي الوازع الديني. قبل الاحتفالية بعدة أشهر بنكون بننظم المقرئ اللي هو هيقرأ القرآن، صاحب التواشيح الدينية، إقامة الدعوات، تجهيز الأكل، تجهيز المولد من الألف للياء. احنا هنا في ساحة العارف بالله الشيخ قمر البطش. احنا هنا من سعيد من 1991 توفى العارف بالله هنا، واحنا من ساعتها بننظم حاسين ان احنا الابناء والاحفاد اللي احنا نقيم الليلة، وكل سنة بنحاول نقيم الليلة بالتنظيم من قبلها، اللي احنا نعزم مجموعة من كواكب العلماء ونعزم مشايخنا اللي احنا نقيم حفل كبير، واحنا يعني بنحاول ندعم الناس من جميع انحاء العالم اللي تيجي تحتفل معانا وتحضر معانا الحفل الجميل ده. احتفالات الصوفية بتضم مناطق كتيرة جدا، لان كله بتكون في محبة اهل بيت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة اهل البيت. فمقام الحاج انور كان يعني مثابة ارض مكان بيجمع الناس كلها، بيجمع الناس كلها يعني على محبة رسول الله، فمحبة رسول الله هي الأساس وعماد الدين طبعا. يعني كان الحاج أنور كان يعني مثلا من تلاميذ الشيخ أحمد رضوان، فكانت العملية يعني كلها مثلا ما بين ود وحب وأهل الله وعلم وذكر، فكان فتح عظيم بسم الله ما شاء الله. هذه احتفالات تراث بالنسبة لنا كشعب، يعني كشعب إدفو تراث إسلامي يعني من قديم الأزل، إن احنا نحتفل بمولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقام الموالد والحفلات الدينية والإنشاد الديني والمدائح النبوية والقرآن الكريم لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا في تنظيم وفي لجنة تنظيم بتقوم على هذا العمل، طبعا من الشباب ومن الكبار ومن الشيوخ، في تنظيم وفي إدارة وفي كل واحد ليه دور معين بيقوم به، يعني مثلا كاستقبال الضيوف، كالمطبخ، كالخدمة، كالنظافة، كل واحد ليه عمل قائم بيقوم عليه. احنا تعلمنا من ساداتنا ومن مشايخنا نحن نحترم الكبير ونحترم الأكبر منينا في السن، ونحن نجل مشايخنا ونجل برضو أولياء الله الصالحين، دي حاجة كويسة برضو. احنا كلنا هنا زي بعضينا، يعني كلنا مع بعضينا هنا، ما فيش حد أحسن من حد، يعني كنا واقفين مع بعضينا في الله، يعني حاجة مع بعضينا بس. ربي سألتك كبير.